اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده ممكن يكون العنوان بتاعها شكله مبالغ فيه شويه. هو ممكن يا دكتوره فعلا ان انا يبان عليا اصغر من سني ب 10 او 15 سنه؟ الاجابه هي ايوه. طب هو ممكن يا دكتوره من غير ما احط اي كريم او ادفع فلوس او اشتري اي حاجات بتحط على البشره يبان عليا ان انا اصغر من سني؟ الاجابه برضو هي ايوه. في حلقه النهارده هكلمكم على ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه انواع من الاكل هناخدها، تاني حاجه نظام هنمشي عليه، وتالت حاجه حاجات كده هنتجنبها او نبعد عنها. لو مشيتوا على الثلاث حاجات دي اوعدكم ان اي حد هيشوفكم بعد فتره ان شاء الله مش كبيره هيلاقي انه في فرق كبير في بشرتكم وفي منظركم، وهيديلكم اصغر من سنكم بعد الاقل 5 سنين. خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. قبل ما نتكلم عن الحاجات المهمة اللي هنقولها في حلقة النهاردة، مهم جدا انك لازم تكون عارف بشرتك بتتكون من ايه علشان نقدر نتفاهم معاها او نقدر نفهم احنا المفروض ناخد ايه وما ناخدش ايه. البشرة بتتكون من حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بتتكون من دهون، وهي الدهون المشبعة، وتاني حاجة بتتكون من البروتينات. في مشكلة كلنا بنقع فيها ان احنا اول ما بنبدأ نعمل دايت بيقولك بس اقطع اي حاجة فيها دهون لانه دي هتتخن، وبالتالي بتمشي على نظام مفهوش اي دهون، وبتلاقي بعد فترة ان انت خسرت وزن لكن الوش بتاعك ابتدى يتكرمش وابتدى يعجز، واي حد يشوفك يقولك هو انت ايه اللي حصل لك، هي بشرتك ليه ضاعت بالشكل ده. فمهم قوي ان انت لازم في الاكل بتاعك تعتمد على انواع مفيدة جدا من الدهون اللي انا هقولها لكم بعد شوية، والدهون ليها فوائد مهمة جدا جدا للجسم. اول حاجة ان 50% من اغشية الخلايا بتبقى مصنعة اصلا من الدهون، وعلشان كده الجسم بينتجها، لكن مهم جدا ان انا اخد اي حاجة بتحتوي على مصادر من الدهون المفيدة. وتاني حاجة وهي حاجة مهمة جدا انها بتساعد في تكوين العصارة الصفراوية، والعصارة دي مهم جدا انها اصلا بتساعد على انها تهضم الدهون وتطلع لي فيتامينز مهمة جدا الجسم بيستفاد منها. تالت حاجة مهمة جدا ان الدهون مسؤولة عن صنع الهرمونات، وزي ما انتم عارفين مع التقدم في السن الهرمونات بيبتدي تصنيعها يقل في الجسم، وعلشان كده بيبان علينا السن الكبير. لكن كل ما يبقى فيه دهون مشبعة داخلة بشكل كويس جدا للجسم يبقى فيه زيادة في صنع الهرمونات، وبالتالي بنبعد عن التقدم والشيخوخة البشرة وكل الحاجات اللي هي بتسبب العجز. وبكده يبقى فهمنا أهمية الدهون المشبعة للبشرة. تعالوا بقى أقول لكم إيه هي الأكلات اللي احنا هنعتمدها. زي ما قلنا في نوعين من انواع الاكلات. اول حاجه الاكلات اللي هي بتحتوي على فيتامين A. يا جماعه فيتامين A ده فيتامين مهم جدا جدا لانه بيتحكم في البشره وطبقات مختلفه من الجلد، ده غير ان هو اصلا بيعمل انه كمضاد للشيخوخه. قبل ما اقول لكم على الاكل اللي هنلاقي فيه فيتامين A، خليني اقول لكم اهم فايدتين بيعملهم للبشره. اول حاجه ان انت لو جسمك فيه كميات حلوه من فيتامين A هتلاقي البشره ناعمه جدا، نضره جدا، مش هتلاقي فيها اي جفاف. لكن لو نقص فيتامين A في البشره بتلاقي البشره ابتدت تبقى جافه جدا، ويحصل حاجه اسمها تقرن الجلد او اللي هو نشفان البشره، وتبدا تظهر حبوب الشباب، وبالتالي البشره بتبقى متبهدله جدا. فدي اول فايده مهمه لفيتامين A. تاني حاجة مهمة جدا بقى ان الجينات اللي بتصنع الكولاجين اصلا بتحتاج لفيتامين A، وعلشان كده مهم قوي ان انت تاخد فيتامين A علشان الجينات تصنع اكتر كولاجين. وانتوا عارفين طبعا اهمية الكولاجين للبشرة ولحماية البشرة واللي هو النضارة واللي هي بتبقى شكلها صغير، فمهم جدا جدا ان انت تاخد الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين A. طيب ايه هي الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين A؟ اول حاجة صفار البيض، وده من اهم الحاجات ومتوفر جدا. تاني حاجة السلمون والسمك. تالت حاجة جبن الماعز، وده تلاقوه في اي سوبر ماركت. رابع حاجة الزبدة، الزبدة مهمة جدا. وخامس حاجة اللي هو زيت كبد السمك، ده ممكن تلاقوه في سوبر ماركت بس لو لقيتوه تدوروا على انه يكون النوع البكر، او يعني مش مكرر او معدل، يكون النوع البكر. الخمس حاجات دول من اهم الحاجات اللي بتحتوي على فيتامين A. لو حطيتوهم في الاسبوع، اختاروا منهم اي حاجة او اختاروا حاجتين، هتلاقوا نتيجة مهمة جدا 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 في تحسين البشرة.
تاني نوع من الأكلات لازم ركز عليها هي كل الأكلات اللي بتحتوي على فيتامين إي. فيتامين إي مهم جدا جدا، لأنه أول حاجة بيحمي البشرة من الشيخوخة وحروق الشمس ومن التجاعيد. تاني حاجة إن هو بيدعم هرمونات الغدة النخامية، لأنه لما بيحصل في التقدم في السن إنه الغدة النخامية بتبدأ يقل إفرازها للهرمونات، وبالتالي بينخفض فيتامين إي وبتبدأ تظهر علامات الشيخوخة. فهو مهم جدا جدا إن أنا أخده علشان ده بيدعم لي هرمونات الغدة النخامية. وتالت حاجة إنه من أهم المغذيات اللي بتكون كويسة جدا للسيدات خاصة بعد انقطاع البريود، فيعتبر لي حاجات مهمة جدا جدا. طيب الفيتامين إيه ده؟ إيه الأكلات اللي هنلاقيه فيه؟ أول حاجة تلاقوه بشكل حلو جدا في البذور والمكسرات، تاني حاجة تلاقيه في زيت الزيتون، تالت حاجة تلاقيه في زيت جنين القمح، ورابع حاجة تلاقيه في زيت النخيل المصنوع بطرق طبيعية، وخاصة زيت النخيل الأحمر اللي هو بيبقى غير مكرر تحاول تدور عليه في السوبر ماركت. الأربع حاجات دول من أهم العناصر اللي ممكن تلاقي فيهم فيتامين إيه. يبقى كده عرفنا إيه هم النوعين من الأكلات اللي إحنا هنركز عليهم، زي ما قلنا الأكلات اللي بتحتوي على فيتامين إيه والأكلات اللي بتحتوي على فيتامين إيه. تعالوا بقى نيجي لحاجات مهمة جدا لازم نبعد عنها ونتجنبها، علشان الحاجات دي بتأثر جدا جدا على البشرة وعلى شيخوخة البشرة. أول حاجة مهمة جدا جدا نتجنبها هي حاجة اسمها البروتينات اللزجة. البروتينات اللزجة دي من الحاجات المدمرة للبشرة. إيه هي البروتينات اللزجة؟ البروتينات اللزجة دي عبارة عن اتحاد السكر مع البروتين أو السكر مع الدهون. طيب ادينا امثله يا دكتور عشان ما انتهش منك، زي مثلا الدونات المقليه او الحاجات اللي هي اي زلابيه او اي حاجه بتقليها في الزيت، دي كلها بتندرج تحت البروتينات اللزجه. حاجه تاني مثلا زي البطاطس المقليه، دي برضو بتندرج تحت البروتينات اللزجه. وحاجه ثالثه زي مثلا اللحمه لما بتشويها وتحطي عليها صوص باربيكيو او اي صوص حلو او اي كاتشب، دي برضو بتندرج تحت البروتينات اللزجه. يبقى اتحاد السكر مع البروتين او اتحاد السكر مع الدهون بيطلع لي من نوع من انواع البروتينات صعبة جدا. طيب هي ايه مشكلة البروتينات دي او هي بتعمل ايه للجسم؟ البروتينات اللزجة من اسمها بتروح تلتصق وتسد الشرايين وتسد الغدد، وبالتالي على طول بيبان العجز وبيبان كبر السن وبتزود من الشيخوخة بشكل سريع. فمهم جدا ان انت تحاول تقطع تماما البروتينات اللزجة لو انت عايز بشرة حلوة. تاني حاجة مهمة جدا لازم نبعد عنها وهي التدخين، لانه التدخين من اكتر المشاكل اللي بتقتل الكولاجين وبتسبب عجز البشرة. تالت حاجة نبعد عنها وهي التوتر. اثناء التوتر بيزيد افراز هرمون اسمه هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر، والهرمون ده مسؤول بشكل كبير جدا عن الشيخوخة المبكرة. رابع حاجة وهي السكر، السكر او السم الابيض. السكر بيعمل على زيادة التأكسد وبالتالي بيزود من الشيخوخة. يبقى دي كانت الاربع حاجات اللي احنا هنبعد عنها، ودي حاجات مهمة جدا لو بعدتوا عنها هتلاقوا فرق كبير جدا في صحة البشرة. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هما نوعين الاكلات اللي احنا هنركز عنهم وايه الحاجات اللي احنا هنبعد عنها. نيجي للنظام اللي احنا هنمشي عليه. افضل واجمل واقوى نظام ممكن تمشي عليه هو نظام الصيام المتقطع. لو عملت نظام الصيام المتقطع ده 20 يوم في الشهر او مثلا اسبوعين كل شهر، ده هيفرق جدا في جلدك. طيب هو الصيام المتقطع بيعمل ايه يا دكتورة؟ الصيام المتقطع ده مهم جدا، لان هو اثناء الصيام الجسم بيتخلص من كل البروتينات اللزجة. وزي ما انتوا عارفين البروتينات اللزجة هي اللي انا قلت لكم تحاولوا تبعدوا عنها، فبالتالي لو كان في اي بقايا للبروتينات اللزجة او في اي منها، الصيام المتقطع بيخلي الجسم يتخلص منها، وبالتالي بيساعدني ان انا اتخلص من ضرر كبير جدا قاعد جوه جسمي. نظام الصيام المتقطع ان انت زي ما قلنا هتاكل لمدة 8 ساعات في اليوم، تاخد فيهم السعرات بتاعتك وتصوم ال 16 ساعة الباقيين. طبعا الصيام ده ممكن تشرب فيه مية او تشرب فيه مشروبات خالية من السكر، ممكن تشرب برضو قهوة او شاي بس من غير سكر، فدي الحاجات اللي ممكن تكون مسموحة فيه. لكن اثناء ال 8 ساعات تقدر تاكل كل حاجة، بس برضو يعني مش تفتح في الاكل، تاكل السعرات بتاعتك اللي بتقدر تاكلها كل يوم، وبرضو تدخل فيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الاكلات اللي لازم تكون موجودة في النظام بتاعك. وبكده يبقى احنا عرفنا اهم ثلاث حاجات هنمشي عليهم. اول حاجة نوعين من الاكلات هنركز عليهم، تاني حاجة انواع حاجات هنبعد عنها تماما، وتالت حاجة هو نظام هنمشي عليه حتى
اسبوعين كل شهر. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.